خليجي وش؟ احنا ودنا نسلط الاضواء عن شاهي مميز من براند مميز، لكن ايش جاي؟ جلسات الشاهي الحلوه جايه. صحيح، شاي غربي. شاهي الغربي. شاهي الغربي، شاهي يعني انا قبل ما ادخل البرنامج وانا ادور الشاي هذا احيانا ينقطع من السوق، فكنت ادوره شاهي الغربي، والحين الحمد لله يعني صرت في القريه وشاهي الغربي جنبي. نعم. فلان شاهي مميز وحنا نعزكم ونغليكم نوصيكم بهذا الشاهي. شاهي على الجلسه. تدري وش ودي عبود؟ وش ودي؟ والله وش تدري وش ودي؟ وش ودي؟ اليوم كم التاريخ؟ لا هاشتاق مو هاشتاق اليوم اقصد 73 دخلت 73 والله ما ادري يا سرعة الدنيا والله ما اذكر يبينها شاهي الغربي ونعد تدري شو ودي انا؟ حد ساعات اللي انا ودي اشوف اراء اللي شاروا من شاي غربي ولا من غسل الزيتون ولا جربوا اقدام انا كنت شاي الغربي كنت تدري رحت يوم اروح هاي اليومين حلو ترى اخذت واحد من ذا حلو زين تدري اني اخلص بسرعه قسم بالله اني اخلص ممتاز كل ما جلس عنده اخويا زي كذا سوينا شاي تجربوا ذا حلو اللي ياخذون ثنتين ثلاث اربع في واحد معي اخذ لستكه كامله قال خلها بالاستراحه خلص والله خلص لا ترى شوف اي واحد بيعرف الشاي هذا بيعرف ان ليش تنفذ كميته شاهي ممتاز شاهي تخلص بسرعه حتى لو جابوا كميه تخلص بسرعه لو جاك انا قبل كنت ادور قبل ادخل البرنامج كنت ادور احيانا في السوق يصير مو متوفر شاهي ممتاز يعني وش جاي وجلسات الشتويه جايه والامور عشان كذا حبينا نختار لكم شاهي يعني ثقه الثقه يوه عاد حقين حاين حقين الشبات شاي غربي وتكوى مخطط الفجر ولا تكوى شبه نار ولا تكوى قدام الكشريه ولا بعقده وقت الامطار الساحة يعرفون حقين حايل الساحة اللي بعقده تكوى شاهي غربي يمر عليك هاي غالي اقلط قهوة يصير الوضع ممتاز انا بس حبيت انوه طبعا والشتاء برضو جاي والان احنا في فترة تغير جو فتغير الجو هذا يسبب ايش يسبب امراض لان الجسم يصير ناسي نعم ناسي الشتاء الامراض المؤقته مثل الحراره إيه؟ جزاك من الصداع اي لا تسمى امراض موسميه نعم لان الجسم الان له 8 شهور متعود على الصيف فيجي الجو يتغير عليه فالمناعه ذاكرتها بسيطه فتنسى كيف تتعامل مع الاجواء هذه فيجيك ايش حراره امور بسيطه ان شاء الله ولكنها متعبه يعني نعم. الزكام انت عالج نفسك بنفسك ما يحتاج انك تروح مستشفى وتاخذ علاجات ومدري ايش هذه تسمى تصنف من الامراض المؤقته اللي تقعد يومين ثلاث ايام بالكثير وجسمك مناعه الجسم يضاد الامراض هذه هذه امراض مثل تقول خفيفه على الجسم لان تقلبات جو موسميه نعم امراض موسميه زك معطاس صداع الم البطن اشياء عاديه فما يحتاج انك تروح احنا كنا نسولف عن غربي الشباب نمدي لا بس الشيء الشيء يذكر الامراض الموسميه زين في شيء وقايه قبل ما يجيك نعم الوقايه خير من العلاج نعم الوقايه خير من العلاج اشياء تقوي عندك المناعه ومن واقع تجربه وايضا من منظور علمي الا وهي ايش عندك العسل وحنا عندنا عسل نجومه عسل يعني ثقتنا فيه عاليه وايضا التاجر والمورد لهذا العسل يقول لك يا حبيبي الغالي انا اقول لك اذا اثبت انه مو باصلي احنا نرجع لك فلوسك 100,000 ريال اذا اثبت انه مو باصلي لا بس انا عندي نقطه فعلا عندك العسل يعني زي عسل النجوم الان وعندك سلمك الله زيت الزيتون ايضا من الاشياء اللي تقوي المناعه وعندك بعد هي عندك برضه الثوم ثوم الأشياء اللي تقوي المناعة من واقع تجربة إذا أنت قمت الصبح الآن وأخذت لك عسل أنت الآن سويت أفضل مضاد طبيعي صحيح مصنع مو مصنع أدوية مصنع صنع الله اللي هو النحلة علاج طبيعي 100% 100%
ان بغيته فائده وان بغيته برضه للباطنيه. وشيء غريب تدري حتى الصدر تبي نصدمك بشيء ما امنت امن وجهك اسمع كيف تصدمني ودي امن قبل ما تصدمني عرفت عشان التامين وكذا على العموم ذا فاصل ما لنا ما لك علاقه ما لنا ما عجبك يعني لا لا حلوه حلوه إيه حلو توني استوعب والله حلوه إيه تامين إيه تامين وصدم حبيت انا ما عبود تدري اصدمك بشيء ما امن كذا كثير علي انا ارفع الشاشه عشان تامن معانا ها دخلنا راعي جديد اسلم ها حلو ها مع المكسرات الغربي خلي وضعك يعني تبيني اقول لك شيء طيب قل لي شيء ليش الحين يقولون خذ عسل ومويه على معده فاضيه اول ما تصحى من النوم عسل مويه لان المعده تمتص صح عليك تدري ان العسل يعني شلون اقول لك يعالج جميع الام الحلق التهابات الحلق العسل الطبيعي يعالجها تدري انه يعالج التهابات الصدر تدري انه يعالج القولون شوف هو المشاكل في مشاكل في الباطنيه ودايم ويسمى البطن على ذا بيت الداء نعم مشاكل البطن كثيره اتكلنا على الله وابتدينا معاكم يا جماهير والله ما نبلنا رضاكم لجلكم نبذل اللي لايق بمستواكم جدكم الواقع بحلة وطلة جديدة اتكلنا على الله وابتدينا معاكم يا جماهير والله ما نبلنا رضاكم لجلكم نبذل اللي لايق بمستواكم جدكم الواقع بحلة وطلة جديدة اتكلنا على الله وابتدينا معاكم يا جماهير والله ما نبلنا رضاكم لجلكم نبذل اللي لايق بمستواكم جدكم الواقع بحلة وطلة جديدة اتكلنا على الله وابتدينا معاكم يا جماهير والله ما نبلنا رضاكم لجلكم نبذل اللي لايق بمستواكم جدكم الواقع بحلة اتكلنا على الله وابتدينا معاكم يا جماهير والله ما نبلنا رضاكم لجلكم نبذل اللي لايق بمستواكم جدكم الواقع بحلة وطلة جديدة أنا كارثماوي أوه المنشأ سريلانكا يقول طريقة التحضير اغلي الماء ضع كيس الشاي واضف الماء المغلي 150 ملي بالكوب اترك الشاي يتغلغل لمدة دقيقتين الى 3 دقائق يعني من 3 دقائق الى 5 دقائق 5 minute 3 minute المكونات شاي اسود سيلاني والله واو شاي اسود سيلاني خالص طيب ليش ما نسوي شاهي؟ والله صدق
يا راس يا راس صدق اللي ياخذ الاكواب ليه؟ انا ودي اعرف ليش ياخذون الاكواب؟ صح انا حاط هنا بنسوي لنا شاي غربي شو يقول طريقة التعليمات ورا مكتوب يقول اغلي الماء نحط مويه هنا لين ينغلي الماء بعده يقول ضع كيس الشاي واضف ضع كيس الشاي ونفتح واحد يا رب في واحد مفتوح بدل ما نفتح واحد جديد للأفس ما في واحد مفتوح فهذا نستعمله طبعا تجيك بالكرتون اربع شدات هذا الكرتون اربع شدات انا بجرب انا مستحيل اني احكم على شيء من دون ما اجرب ابي اجرب بعدين اشوف دقيقة واحدة اثنتين ثلاث أربعة خمس ست سبع ثمان تسع عشر أحد عشر اثنا عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر ثمانية عشر تسعة عشر عشرين واحد وعشرين اثنين وعشرين ثلاثة وعشرين أربعة وعشرين خمسة وعشرين حلو يعني الكرتون فيه خمس شدة أربع شدات الشدة الواحدة فيها 25 يعني يا طويل العمر والسلامة عندك 100 كيسة في كل كرتون 100 كيسة أنا إنسان بجرب أنا أحب التجربة وين الشكر؟ الشكر هنا فيصل في فليت بالغرفة؟ ذبحنا الذبان يا ولد والله العظيم ايش قصدك؟ يا ولد اعوذ بالله سبحان الله اذا فيه هبوب باردة ولا شيء يكثر ايش قصدك؟ ايش قصدك؟ ايش قصدك؟ بالله تعال هنا شيء عادي ياخذون راحته بتسوي نسكافيه؟ عادي ياخذون راحته لا ما اخذ راحتي صدق يا اخي لا عبد الراجح بسوي شاي غربي يستاهل غربي انا تكلمت عن شاي غربي وتكلمت على المكونات زين قلت انا ودي اجرب خذ راحتك خليني اخذ راحتي من اللي اخذ راحته من هو الله ريحه عطرك نفس عطر ابوي امه قسم بالله لا لا وش شم شعرك؟ لا عبه ابوك يعني نفس ال انت بينا صعدها؟ لا صعدتها من هناك لين دخلت مشكلة ما اعرف ايش عشان هلا عمود الحمد لله على السلامة طالع من الشر الله يسلمك معي مايكين ايش؟ معي مايكين بالله تعال عبود قررت تسوي شاي غربي وانا اقول لك شاهي الغربي احنا في شاهي الغربي انا بقول لكم شيء انا قبل ما ادخل هذا البرنامج كان شاهي الغربي يا حبيبي خاطبنا احنا لا لا انا بس لا لا ودي خاطب طيب اثر عليك واجد والله والله اثر عليك انت لاني انا هنا في ايش في بسطه هنا واحد باسط بغراض
يلتفت لبسطته ولا يلتفت اللي وراه؟ والله يلتفت الكاميرا. خلاص يلتفت الكاميرا. طيب حلو. جازي على الله. تعالوا اشتروا. ايه. تبغى تطلع على هالشيء؟ حبيبي يا مايكل جاكسون هدي. ما انا ولا هو؟ هو الشبع انت لكن عاد هو يعني انا قريب. لا لا عبود ما يقدر يخطي علي. تجي ليه؟ انا خاله. ايه. طيب احنا بنقول في موضوع مهم. شاهي الغربي للامانه هذا الشاهي انا قبل ما ادخل البرنامج كنت ادوره واحيانا احصله واحيانا ما احصله. بالله الكرتون علمنا الكرتون. معلش معلش عطني الكرتون من عيوني. والاستظراف جميل ولكن مو بوقته يا ابو علي. طلب يا شيخ. ها حبيبي الله تعلم منك الاستظراف. الله يسلم. شاهي الغربي هذا الشاهي للامانه كنت يعني زبون عندهم واحيانا ما احصله. واليوم يعني من محاسن هذا البرنامج ان شاهي الغربي قريب لي. الله. واني احب هذا الشاهي واني احب من يشاهدنا خلف الشاشات او امام الشاشات. انا اقول الشتاء جاي ويبي لكم شاهي ممتاز. اي والله. والشاهي هذا اي والله انصح فيه. اي والله. الشتاء جاي الامور. لا 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 الامور. لا 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 لا. الامور على ما قال الشتويه دائما جلسات وتحتاج الى شاهي وشاهي يروق للي بيشربه فهذا الشاهي ممتاز. وعلى طاري الشتاء احنا الان في وقت تغيرات الجو. اليوم برد في الصباح. الان في تغيرات جو. تغيرات الجو هذه تسبب امراض موسميه اللي هي حراره و حلو. والشاهي الغربي رب المصحف انه حلو. انت كنت محروم. تدري تدري ليه حلو؟ اول شيء لان الغربي. الشيء الثاني ليه؟ لان من يد عبود. الله. عشان اطلع على يا الله عبودي. انا اتمنى صراحه ان انكم تجربون هذا الشاهي. والله لذيذ. والله لذيذ. عبد الله وجبر. والله انه لذيذ. شاهي الغربي شاهي غني عن التعريف. والله انه لذيذ. ها. لكن احنا حبينا نعرف فيه الجمهور والجمهور عارفه. صح. اثنين في نقطة مهمة الآن احنا في في فترة ايش؟ فترة أمراض موسمية تقلبات الجو لأن الجسم يعني تعود على خلال 9 شهور على الصيف فالآن بدأ يدخل علينا نسمات البراد وهذه صارت تغيرات في الجو فالمناعة الذاكرة عندها ضعيفة لأنها 9 شهور في صيف. فيجيك أمراض بسيطة تسمى بالأمراض الموسمية ولكنها مزعجة في نفس الوقت. زكام، حرارة. الحل معها من واقع تجربة وحب ومن باب أحب لأخيك ما تحب لنفسك. في أشياء أنا قاعد أجربها والحمد لله ماشية معي وممتازة اللي هي إيش؟ استخدام المضادات الطبيعية، مضادات الحيوية الطبيعية. مضاد حيوي طبيعي أهمها العسل. عندك مثلا عسل نجومة، احنا عندنا عسل نجومة نثق فيه ويعني احنا يمكن لنا قرابة 3 شهور اجمعنا على ان هذا العسل منتج ما شاء الله تبارك الرحمن اصلي وكذا وبعدين حتى لو لاحظت فيه انت اخوي فيه مشكلة يقولك يلا رجع فلوسي. تبغى تبرهن انه مو طبيعي نعطيك 100,000. ما يتحداك الا شخص واثق يعني صاحب المنتج اذا كان واثق يعني يقول لك بحط لك 100,000 اذا انت اثبتت انه مو باصلي. لكن احنا يعني من الناحيه هذه تبعت من نفس المختبرات يقول لك خذ روح لاي مختبر واذا طلع مغشوش ولا طلع فيه نسبه 1% مغشوش خل المنتج سوي المنتج اللي تبي وخذ فوقها 100,000 ريال وخذ فوقها تقفل انا المؤسسه حقي. يعني انت تتكلم عن ثقة. الثقه موجوده واللي مو بواثق يروح يبرهن خلاف ذلك وياخذ له 100,000. لكن احنا راح نتكلم على الكلام ذا نعرف انه ان شاء الله ممتاز واصلي. كيف تتعامل مع العسل في الاجواء هذه؟ العسل ترى عندنا مشاكل احنا في الباطنيه يعني الناس دائما يسمى الباطنيه بيت الداء. مشاكل باطنيه مشاكل متعبه. عندك مثلا جرثومة المعدة، عندك يعني الإمساكات، عندك هذه كلها العسل على الريق
تاخذ لك ملعقه عسل تحط بمويه تخلط تشرب نص ساعه. الفائده ايش؟ يضبط لك الامور الباطنيه. اثنين المناعه، يقوي عندك المناعه، اقوى مضاد حيوي طبيعي، ما عندك على قولتهم مواد حافظه او غيره، افضل من المضادات الحيويه اللي المصنعه. فانا انصح في العسل. وايضا عندك ايش؟ زيت الزيتون. زيت الزيتون يعني مذكور في القران، مثل العسل ذكر في القران، وله فائده عظيمه خصوصا في نفس الاوقات هذه. الان احنا في اوقات نحتاج الى المضادات الحيويه الطبيعيه، من اهمها العسل وزيت الزيتون. وفيه ايضا حاجه مهمه من واقع برضو تجربه، عندك الثوم. الثوم ترى مضاد حيوي طبيعي، لما تستخدم هذه العسل، تستخدم العسل وتستخدم زيت الزيتون والثوم، فانت يعني طبيا يقول لك انت مستخدم افضل مضاد واقوى مضاد في العالم.